اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. تعالوا مع بعض النهارده من قلب الثلاجه نعمل اكل صحي هيلسي بنسبه تقريبا 80% 90%، المهم في الاخر نسبه نجاح وبتفوق. معانا السبانخ النهارده هنعملها فطيره بحبه البركه مع اللبنه. اللبنه موجوده في السوبر ماركت، منها الدايت ومنها الهيلث ومنها دسمه زياده، فهنجيب اللي احنا حبينا ونعملها النهارده فطيره السبانخ باللبنه ونشوف نعملها مع بعض ازاي. ممكن تستبدلي اللبنه بجبنه، باي نوع جبنه انت حباه، ولكن هي الفكره من المطبخ الفرنسي. معانا النهارده تشكيله من الفواكه من خير ارضنا، يتصدرها في القائمه الاولى الجنزبيل. الجنزبيل الطازه ده هو ملك الدرنيات، الدرنيات يعني الثوم، البصل، البطاطس، الجزر، كل ده. الجذور بتاعه الجنزبيل الطازه الحلوه دي مخرجنا الجميل هنستخدمها مع رز النهارده، رز بالفواكه. المشمش قبل ما يودعنا مع الخوخ مع العنب مع الموز، فكره الطبق ده لطيفه وجميله. القرفه الناعمه طبعا هنشوف نعمل مع بعضنا ازاي طبق لطيف بشكل جديد، حلو قوي. والرز المصري طبعا لازم غني بالنشويات والكربوهيدرات، فكده الطبق فيه كل العناصر الغذائيه. معايا التفاح، ولادنا واطفالنا مش بيحبوا ياكلوا التفاح، اللي ممكن سنانه ما بتقدرش تمضخها كويس، كبار السن. ما نيجي نعمل التفاح النهارده بطريقه جديده، حاجه اسمها الكومبوت التفاح بالقرفه، حاجه لطيفه ياخد تبريد عالي، تبريد قوي زيه زي البطيخ زي الفواكه الفروت سلط، وبعد كده هيبقى واخد القرفه الناعمه مع العسل، حاجه لطيفه وجميله هناكلها زي الايس كريم. هنشوف مع بعض ازاي الفكره بتاعته بسيطه وسهله، تقدر كل ام تعملها لاولادها ولحبايبها. مش عايز اطول حضراتكم لان الاكل النهارده اكل صحي وعايز يعني تركيز شويه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل التفاح بتاعنا الجميل كومبوتو. حلو الكلام، نشوف نعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه. التفاح مقاديره على الشاشه، مخرجنا بيقول لي فين التفاح. التفاح معانا يا غالي اهوت، معانا عسل، معانا قرفه ناعمه، معانا معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا. حلو الكلام، تاني معانا عسل، معانا قرفه، معانا عصره ليمون، ومعلقتين من الدقيق ومعلقه من النشا. انا بحط المقادير كلها ما تقلقش حبيبي. اه زي الفل، كل دول مع بعض يا عم الشيف. حلو الكلام، حلو. ادي معلقه الدقيق وادي النشا عليه عصره الليمون عليه شويه القرفه عليه من العسل معلقتين. والله عسل انت وجيبك، ممكن تجيبي زهرة البرسيم، ممكن تجيبي عسل موالح زي ما انت حابة. معانا من القرفة حطها كده، شفت الجو ده كده، اقعد قرفة جوه حباية الايه الفاكهة، شفت يعني قرفة خشب عشان القرفه الخشب هنا بتدي طعم في الانسجه بتاعه التفاح. ثبتها كده، حط كده، حلو بنفس الطريقه اهو القرفه جواها. ممكن تبقى تحط قرفه كبيره مفيش مشكله اهو، هي الفكره كلها ان انا عايز خلي التفاح من جوه واخد طعم القرفه. هناخد الخليط اللي احنا عملناه ده كده يا عم الشيف، بنحط عليه ماء مغلي. الله، زي ما هم دول كده. تاني عملت ايه؟ هي يهمني الموضوع ده، قرفه معلقه نشا معلقه دقيق، قرفه معلقه نشا معلقه دقيق، عصره ليمون، شويه عسل، مش عايز اذا عسل حط سكر حسب الرغبه. هنقلب دول كلهم مع بعض اه، الخليط ده كله مع بعض اه، وينزل يا عم الشيف جنب التفاح. الله،
ونخلي التفاح يستوي في قلبه. دي لازم نغطيها. نغطيها بورق زبدة ثم ورق فويل. حلو سريع كده وسهل، ممكن وجبة عشاء بالليل حلوة مع صحن بطيخ مع زبادي حسب الرغبة. ورق زبدة لازم تتغطى كويس، ورقة فويل حلوة. ناخدها كده وندخلها الفرن يا عم الشيف. سيبها في الفرن قد ايه الطيب بتاعنا؟ تقريبا نص ساعة. هتلاقي التفاح ده استوى معاكي. حاجة لطيفة وجميلة. نقدر نعملها بدل التفاح أي نوع فاكهة يفضل التفاح. ليه التفاح يا عم الشيف؟ لأن احنا بنشيل قلب التفاحية بنحط قرفة بعد كده. حلو تمام. بيخش جواها الفليفر والطعم كل ده مع بعضه بنفس الشكل ده كده. هنحطها طبعا في الفرن هنا مع بعض. ايه الحلاوه دي؟ بص على الفطيره، بص على الشقاوه، بص على الجمال اللي في قلب الفرن. هنطلعها كده فوق شويه عشان عندنا تفاح. بالشكل ده كده. وناخد التفاح بتاعنا ندخله جوه الفرن وتسيبها تعيش في قلب الفرن. على فكرة انت ممكن تعمليها لو انت داخلة تعملي مثلا ايه في المطبخ، فطاير، بتعملي محشي، بتعملي وجبة عشاء، وجبة غدا. دي من الحاجات اللي تشغلي بها الفرن طالما الفرن عندك في المطبخ شغال وانت ما بتضيعيش وقت. فكده كده الفرن شغال. حلو فكرة عمل التفاح بالطريقة دي. عندك شوية بطاطا حلوين بنفس الطريقة زي ما انت حابه.